ذريه بنيت وغابت حتى لم يبق ذكرها واسماؤها، وكثير منها اوشكت الى الفناء والزوال، اوشكت الى الهلاك والخراب. اخواني، لكن لغتنا العربيه بقيت وتبقى الى الابد، دامت وتدوم الى ما دامت السماوات والارض، خلدت وتخلد الى ما تعاقب الملوان، لانها لغه معجزه، لغه الهيه، لغه خلقها اللطيف الخبير، لغه حيه متدفقه، لغه لطيفه، لغه عميقه، لغه افاقيه، لغه عجائبها وغرائبها كثيره اكثر، لغه دقائقها ولطائفها واسعه اوسع، لغه نواحيها وجوانبها شامله اشمل، لغة سلاستها وفصاحتها فصيحة أفصح، لغة بليغة ممتازة، لغة عقلية قياسية، لغة قادرة على تبيين الأفكار تبيانا تاما، لغة واسعة كتاب الله لفظا وغاية، كما قال الشاعر: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ذقت عن أعين به وعظاتي، فكيف أذيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. إخواني، إن هذه اللغة لغة سامية راقية عالمية، لغة أنزل فيها الدستور الموجز، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه بلسان عربي مبين. إنها لغة نبوية دينية، لغة إسلامية، لغة لا يقابلها ولا يدانيها أي لغة من لغات العالم. فلغات العالم عالية عن اللباس من الإعراب، فإنها ملبوسة بلباس فاخر من الإعراب. إنها خالية عن المشتقات، لكنها خزينة من المشتقات. إنها في تصاريفها واشتقاقها، في إفرادها وجمعها، في إطلاقها وتقييدها، في تفسيرها وإجمالها، في تشبيهاتها واستعاراتها، في مجازاتها وكناياتها، بلغت أوج الكمال، فلها أن تفتخر أمام العالم مرات وكرات. أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة، وشكرا على حسن إنصاتكم.